مرحبا بك عزيزي المشاهد في فيديو جديد من قناة شاهد كيف. كل واحد منا يمر من سلسلة أحداث ومصادفات عديدة، إلا أن بعض الحوادث التي تقع للبعض تجعل من الصعب تصديقها. وفي هذا الفيديو سنقدم لكم أغرب المصادفات التي حدثت بشكل غريب وكأنها مشهد من فيلم سينمائي أو قصة خيالية يصعب تصديقها، ولكنها حقيقة ووقعت بالفعل. فابقوا معنا حتى نهاية الفيديو. أشقاء يعيشون في نفس الشارع دون علمهم. روز دايفيس من مدينة غارنديفيث البريطانية، عندما كانت بعمر 3 أشهر تم وضعها للتبني، وبعد أن كبرت اكتشفت بأن لها 3 إخوة أشقاء، فبدأت بالبحث عنهم وقد عثرت على 2 منهم بسهولة، هما سيد وجون، لكنها وجدت صعوبة في إيجاد شقيقها الآخر الذي يدعى كريس. بحثت طويلا دون أن تعثر عليه، لتكتشف في النهاية بأنه يقيم معها في نفس الشارع منذ زمن طويل. ابنة مفقودة تظهر في صورة والدها الذي يبحث عنها. سنة 2007 قرر رجل يدعى مايكل البحث عن ابنته ليزا التي اختفت ل10 سنوات، فقام بالسفر ليجوب أنحاء بريطانيا بحثا عنها. فقام أحد مراسلي الصحيفة بالتقاط صورة له ونشرها في صحيفة محلية. أما الصدفة الغريبة هنا هي أن ابنته ليزا كانت تمر في خلفية تلك الصورة بنفس اللحظة التي التقطت فيها. طلقة تقتل شخصا بعد إطلاقها بعدة سنوات. في عام 1838 تعرض رجل يدعى هنري لإطلاق نار. القصة هي أنه تخلى عن صديقته فقامت بالانتحار بسبب ذلك، فقرر أخوها الانتقام منه فأطلق عليه النار ثم انتحر بعد ذلك مباشرة. ولحسن الحظ فإن الطلقة لم تخدش سوى خد هنري وأصابت الشجرة. وبعد مرور عدة سنوات قرر أن يزور ذلك المكان الذي كادت أن تزهق روحه فيه. وعند وصوله للشجرة التي أصابتها تلك الرصاصة أراد أن يخرجها منها لكي يحتفظ بها، ولكنه لم يستطع أن يفعل ذلك بمعداته البسيطة التي كان يمتلكها، لذلك قرر أن يحضر 2 إصبع من الديناميت ووضعهم في الشجرة لأنه ظن أنها أسهل طريقة لاستخراج الطلقة. وعند انفجار الشجرة اندفعت تلك الطلقة من الشجرة باتجاه رأسه مباشرة وقتلته على الفور. وهكذا قامت هذه الطلقة بقتله بعد عدة سنوات من إطلاقها عليه. سيدتان تتشاركان نفس الاسم وأرقام الضمان الاجتماعي. حصل خطأ في الكمبيوتر فقام بمنح امرأتين أمريكيتين نفس رقم الضمان الاجتماعي لأنهما تحملان نفس الاسم باتريشيا آن كامبل. وعند استدعائهما لتصحيح ذلك الخطأ تبين أنهما تتشاركان نفس تاريخ الميلاد 13 مارس 1941، ودرستا نفس التخصص وعملتا في نفس المجال، وتزوجت كل واحدة منهما من رجل في الجيش عام 1959، ولدى كل منهما ولدين عمرهما 19 و21 عاما.
رجل ينقذ طفلين في مرتين. في عام 1937 كانت إحدى الأمهات تقف في الطابق الرابع، وفجأة سقط منها طفلها، ولحسن الحظ كان شخصا يقف تحت البناء يدعى جوزيف فيغلو يعمل كعامل نظافة. فبعد سقوط الرضيع ارتطم به في الرأس والأكتاف، ولم يصاب الطفل بأي شيء، وجوزيف أصيب إصابات طفيفة. وبعد هذا الحادث بعام واحد كانت أم أخرى تسكن ببناء عال فسقط منها طفلها أيضا والذي يبلغ عامين، لكن الغريب في الأمر هو أن عامل النظافة نفسه كان واقفا أسفل البناء ليسقط الطفل على رأسه وأكتافه وينجو، ويصاب جوزيف بإصابات طفيفة للمرة الثانية، مما جعل الأمر واحدا من المصادفات الغريبة التي يصعب تصديقها. عروسان ظهرا بنفس الصورة في طفولتهما. عثر عروسان على صورة من ألبوم قديم بمنزل جدة العريس، وكانت المفاجأة عندما علم الزوجان أن تلك الصورة جمعت بينهما في الطفولة دون أن يتوقع أنهما سيتزوجان في يوم من الأيام. ويظهر العريس في تلك الصورة وهو جالس بصحبة أصدقائه، بينما عروسه المستقبلية تظهر في خلفية الصورة. توأم الشكل، متى الأول ليولد الثاني؟ توفي مؤسس شركة فيراري الشهير عام 1988. في نفس السنة وفي نفس ذلك اليوم ولد أوزيل لاعب كرة القدم الشهير. لكن الغريب في الأمر هو أنك عندما تنظر إلى صورتيهما تكاد لا تستطيع أن تفرق بينهما لشدة التشابه الذي يوجد بينهما في الشكل. جريمة تتكرر بعد 157 عاماً. بابرا فوريست وماري أشفورد كليهما ضحيتين لجريمتين ارتكبتا بنفس الشكل، حيث تعرضت كل منهما للاغتصاب والخنق في مدينة بارمنغهام البريطانية. كان اسم المتهم في كلتا الجريمتين ثورناتون. والغريب أيضا أن جثتيهما وجدت في نفس المكان تقريبا على بعد أمطار قليلة بينهما، وأيضا في نفس التاريخ 27 مايو، ولكن بفاصل 157 عاما. وتشاركت الضحيتان نفس العمر 22 عاما ونفس تاريخ الميلاد أيضا. رئيسان تشابها في الحياة والموت. هناك العديد من المصادفات التي جمعت بين حياة رئيسين أمريكيين راحلين، جون كينيدي وإبراهام لينكولن. الغريب في الأمر هو تشابه السنوات فيما بينهم، ففي انتخاب لكونغرس انتخب الأول عام 1846، وانتخب الثاني عام 1946، ونفس الشيء بالنسبة لانتخابات الرئاسة، حيث انتخب الأول عام 1860 وانتخب الثاني عام 1960. وفيما يخص حياة الرئيسين، لقد كان مقتل كل منهما على نفس الشكل في يوم الجمعة وبرصاصة في رأسه، حيث اغتيل لينكولن في مسرح فورد، في حين اغتيل كينيدي في لينكولن فورد. وخلف أندرون جونسون الذي ولد عام 1808 لينكولن بعد اغتياله، وكذلك خلف كينيدي ليندون جونسون الذي ولد عام 1908.
توأم الملك. في يوم من الأيام قرر ملك إيطاليا أن يزور مطعماً في أحد المدن، فوجد مطعماً ملائماً. وعند قدوم الملك للمطعم قدم صاحب المطعم ليأخذ طلب الملك، وعندها أدرك الاثنين أنهما توأمين يتشابهان ويمتلكان نفس المواصفات الجسدية. وأثناء حديثهما أدرك أنهما ولدا في نفس العام ونفس البلد، بل وفي نفس اليوم أيضا، وتزوج نساء اسميهما مارغريتا. وفي نفس العام الذي توج الملك فيه ملكا افتتح صاحب المطعم مطعمه. والأغرب من هذا كله هو أنه في 29 يوليو من عام 1900 بلغ خبر للملك بأن شبيهه قد قتل في حادث إطلاق نار. وعندما حضر عزاؤه اغتيل الملك بواسطة الفوضويين، وهذا يعني أنهما ماتا في نفس العام وفي نفس اليوم أيضا. برأيكم ما هي المصادفة الأكثر غرابة فيما بينهم؟ لا تنسوا إخبارنا برأيكم في قسم التعليقات أدناه. كان هذا هو فيديو اليوم، أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس التنبيهات، وشكرا لكم على المشاهدة.